اليوم هو اليوم تاريخي يعني، والقمة العربية ما تنسمى قمة عربية بدون سوريا. من وقت ما سوريا راح مقعدة ما عاد أخدمها، ما حدا قدر يقعد هالمقعد. إنه بفتخر لأنه سوريا، بس ما بفتخر برئيسه. الرئيس هذا كان لازم غيره يعني. احنا قاعدين ندفع ثمن بسوريا لصراع اقليمي، دول بتتصارع ببعضها، دول غير بتتصارع ببعضها، واحنا الثمن الشعب السوري، احنا الضحيه الشعب السوري فيها. زوجي انخطف على الطريق ليوما ما، بعد تقريبا شيء 4 شهور من الفتره يجينا خبر انه قتلوه صفوه. بس وين؟ ما وين؟ ما بنعرف. هلا وين قبره؟ ما بنعرف قبره. اخذوا لنا اراضينا، عندي بيت هونيك اخذوا استولوا عليه. المهم جردونا من كل شيء. هلا انا اليوم ليش سعيده وعملت لك هالكيك خصوصي بهالفرحه لعوده الجامعه؟ هي عم ننتظرها من زمان. انا اليوم كاني سارت لزوجي انه ما بصح الا الصحيح. اليوم انا اخذت بتاري. يعني تصالحوا على دم الشهداء، يعني المهجرين ما راح يرجعوا، ما راح يرجعوا، وهن يعني ما راح يلقوا نفسهم للتهلكة. يعني صرت محرومة بلدي، انه محرومة اشوف قبر اولادي، محرومة يعني كل شيء، ريحة تراب وطني يعني محرومة لالو. بس ما اظن العمر يحرز يعني، بعتقد اموت في يعني بلد غريب.